من أجواء مختلفة، رياضة وقتال ونزاع، ومن أجل دائما نيل الحقوق المشروعة لهذا الشعب الحبيب ودائما الشعب المرابط على أرضه وفي بلده الدائمة فلسطين. انطلقت المباراة مشاهدين الأعزاء متابعينا لطبعا بطولة الأمم الآسيوية للمنتخبات الأولمبية هناك في الصين عام 2018. انطلقت المباراة محاولة أردنية أمامية عند اللاعب فيصل، ولكن عالية وبعيدة، يعني صورة جميلة، كرات عالية في ظهر المدافعين، عملها مع طاجستان وتحصلنا على ركلة جزاء أمام المنتخب التاجيكي. لعب الآن عند اللاعب فيصل عرضية أمامية خطيرة ولكن تمر بسلام، عادت أردنية الآن، استلام من اللاعب مصطفى عيد في الناحية اليسرى، وبرافو برافو التغطية من يوسف الأشهب، بترجع هلا في وسط الميدان، نقلة في اليمين عند اللاعب الخطير أخطر لاعبي المنتخب الأردني اللاعب موسى التعمري نجم نادي الشباب الأردني، ينطلق في الأمام ويعرض ولكن بعد محمد باسم والتسديدة، ضغط كبير من لاعبي المنتخب الأردني، رمي التماس، قلنا المنتخب الوطني طبعا قادم للمباراة من تعادل وطعم الخسارة، ولكن لعبة الأمام يلا يوسف، ولكن بعد من لاعبي المنتخب الأردني. تشكيلة المنتخب الوطني الأولمبي، محمد باسم باص في اليمين، يلا يا شباب يلا، فلسطين موجوعة ولكن محتاجة لفرح، واللعبة تبعد تبعد من حارس المرمى، تعود لحازم عبد الله انطلاقة، حازم وين عرضياتك يا حازم، حازم وعرضية ولكن بعيدة بعيدة لركب أبنائها ورجالها، و يعني تعبر عن قيمة أبنائها عموما، واللعبة الأمامية عند الحارس فنان نظر لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، ولكن آمال كبيرة معقودة على اللاعب رقم 21. الآن أحمد الرياحي بينطلق بيلعب الباص لبهاء فيصل، يا نعيم، يعني شوي كان للحارس نعيم أبو عكر، شو كان لازم يطلع هون بشكل أسرع شوي، ولكن عدت والحمد لله. ركلة ركنية للمنتخب الأردني، تلعب عالية أمامية برضو يعني، لكن خلينا مع اللقطة والعرب، الله 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 الله، برافو برافو يا نعيم. اللعبة الماضية المدافع رجع لمهاجم المنتخب الأردني، ولكن والحمد لله مرت بسلام في فلسطين عموما، فإن شاء الله ربنا يوفقكم، كونوا معاهم ادعوا لهم. لا 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 لا، أوه اللعبة الماضية كرتين أردنيتين خضونا كثير، ولسه بهاء يا ساتر، عالية وبعيدة، وشوي يا شباب شوي نركز شوي نرجع نستوعب شو اللي عماله بيصير، شخصيا مش فاهم يعني، هذا ثورة هجومية أردنية. شوف اللعبة الأولى، تصدي الجميل من أبو عكر، منتخب أردني مرعب حتى الآن، هون بهاء فيصل تأخر محمد باسر، يعني الوقت المنتخب الوطني ممكن نشوف عماله بيمسك كرة وبيطلع للأمام، لأنه حتى الآن لم نشاهد الدباج، لم نشاهد كمان الأسماء الكبيرة، وهون الدباج، الدباج يا ولد يا دباج، لسه بيقول الدباج، يلا يا دباج، الله 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 الله، اعتماد يعني على هذا الفردي، لكن يلا معليش هي واحدة من لعبات الدباج، وإن شاء الله المرة الجاية بيكون في مساندة أكبر، عشان ما نلومش الدباج إنه بيلعب يعني بأنانية، يكون على الأقل معه مساندة عشان يعرف يعطي مين، لكن لعبة الأمام الأردنية خطيرة، مصطفى بيعطي الباص وخطيرة، ما يعرضش ما يعرض يا شباب، عرضية وباكر هذا اللاعب أحمد الرياحي لأول مرة بينطلق يعني من جهة اللاعب عمر جهة، وضعنا متأثرين من ما يحدث حاليا في القدس في فلسطين عموما. الأول نعم هدف أول، وبهاء فيصل يرفض الاحتفال يرفض الاحتفال يرفض الاحتفال، برافو صفقوني يا شباب، برافو، شكرا شكرا دائما للأردن الحبيبة، لاعب رقم 5 ومنصورة إن شاء الله فلسطين علامة النصر، ودائما كما قلنا شعب واحد مش شعبين، ولكن في كرة القدم الأردن تقدمت على فلسطين بدأ في لا شيء، وحدث ما كنا المقدسات فيها، لكن عودة ورأسية لكن عالية، يعني سنيا أقل من بقية اللاعبين، مواليد 97 20 عام، بينما تقريبا يعني بنحكي عن 22 عام لغياب يعني، أو الفرق ما بين تقريبا الظروف اللي بيمر فيها كل منتخب، اللي كان له برضو يعني عبارات جميلة بعد مباراة المنتخب الأردني والطاجيكي، نفسها يا شباب نفس اللعبة، وبرضو الهدف الثاني للمنتخب الأردني، الهدف الثاني للمنتخب الأردني، 2-0 في المباراة، نفس اللعبة، اللعبة الثانية ترتد ويسجل المنتخب الأردني. هذه صورة أبناء الأردن المتواجدين في فلسطين، يعطيكم ألف عافية يا شباب صراحة، اللقطة الأخيرة الجميلة والمشاعر الطيبة للاعبي المنتخب الأردني.
تعود من جديد للمنتخب الأردني بها فيصل، أمامية طويلة لموسى التعمري أمام باسم. موسى التعمري هدف راح يرجعنا إن شاء الله. اللاعب حازم عبد الله حاليا عند الكرة، حازم عبد الله بيلعب الكرة في المرمى. جول 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 لفلسطين. نعم جول للفدائي. يا طير يلا يا شباب فرحونا، أمانة أمانة تفرحونا. واحد اثنين الآن بالأردني، تلعب للأمام طويلة لفائدة المنتخب الأردني. موسى التعمري، محمد باسم، حذاري حذاري والتسديدة لكن بعيدة وركلة مرمى. رمية تماس الفدائي أبو وردي. شوف جرعة معنوية كبيرة، قلت لكم المنتخب الوطني يعني معنويا محتاج لجول. أبو وردي بيلعب الباص للدباق، يلا يا دباق يلا يا دباق يلا يا دباق، والتسديد وفنون كمان مرة ولكن بجانب المرمى. الكرة تكون مقروءة، عود من جديد الأردن طويلة، بهاء فيصل متسلل، لا مش متسلل، بهاء فيصل عالية وبعيدة. المباراة واحدة من اللعبات الآن، مهنة فنون للاعب محمود بوردي الذي لم يظهر أيضا كثيرا في الشوط الأول من هذه المباراة. يا محمود اللعبة الآن للفريق الأردني وإن شاء الله ضيع يا أبو عكر، امسك يا كابتن يا ولد يمسك اللعبة الأخيرة. رازم شوف اللعبة الماضية بقى فيصل للتعمري، التعمري كان لازم يشوت هون لكنه بالك في المراوغة من منتخبنا، أو سبع لاعبين موجودين في منطقة الجزاء. حازم يلعب الكرة في المرمى، يا ساتر يا ساتر على الهجمة الأخيرة، لكن فرصة أخيرة. شوف حازم عبد الله الكرة كانت طول يعني كانت رايحة مش في المرمى، لأنه يعني من الزاوية الأولى ظنينا الكرة كانت رايحة المرمى. عدي خرجها، لا هي ماي عمالها بتمشي، وعدي لو نزل راسه. شو طاجكستان بيقول انا موجود في بلدي والشعب واحد من الشعبين دائما الفلسطيني والاردني. والكره العاليه عمري موسى من اللاعبين اللي لازم تضغط عليه من الاول، لانه اذا اخذ مساحه ممكن يعدي ممكن يعدي ممكن يعدي وممكن يرفع. والكره الى ركله لعدي دباك، استلام لعدي دباك، صعود سيكون للاشهب. الاشهب ياخذ الكره المرتده، بيلعب للدباغ، الدباغ بينطلق في اليسار، باص للاشهب، يا سلام الاشهب ينطلق، مرور جميل يا ولد، مرور عرض، يلا عرضيه. لا 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 لا. لكن عند اللاعب مهند فنون، لاعب شباب الخليل، مهند يلعب الكره العرضيه وتمر الى ركله ركنيه الان للمنتخب الوطني، الى ركله ركنيه جديده. يلا التعادل، يلا التعادل، لكن عالي عالي عالي. باص لحازم عبد الله، حازم حازم اسرع شويه يا كابتن، اسرع شويه، عرض لفنون، عرض لفنون او لليوسف. سجلنا الجول في نهايه الشوط الاول وان شاء الله الان تعادل. اللعبه الاماميه لكن او ابو وردي، ورد يقطع ابو وردي لليوسف، باص الان الاشهب، يلا عرض يا كابتن، واحد يتابع وترجع كمان مره لزريق، عرضيه على القائم البعيد زريق، على القائم البعيد زريق، اقوى شوي اعلى شوي، الدباق براسه، خذها يا دباق، يلعب لوردي والتعادل. لا 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 لا. عوده من جديد للمنتخب الاردني، حذاري من التعمري، حذاري من التعمري، قرب علي الاشهب، زريق غطي هناك، عمر ارجع في فراغ على القائم البعيد هون للتعمري، التعمري والباص والاماميه. شكرا يا ابو عكر. طيب الباص الان لحازم، حازم باصي، خلاص اتركها يا كابتن العباس، العباس سرع شوي اللعب الان. حازم باص الامام يا ولد، هاي هي، يلا يا اليوسف، 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 يلا جول. الله 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 الله
كمان مرة لا يا قطميش، لاعب نادي ثقافة طول كرم، لاعب صغير واعد ان شاء الله امام موسى التعمري. راحت الى ركلة مرمى، ولكن محتاج مساعدة قطميش، محتاج شوف تسرع هون، شوف تسرع كثير هون. وبالتالي مرة التعمري، عرض التعمري ولكن مرت بسلام. ركلة حرة للفدائي، الفدائي والنشامة، مواجهة خاصة دائما بين الجارين المتحابين، والثالث جول 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 جول. يا حبيبي يا وريدات، يا حبيبي يا وريدات، يا وريدات يا وريدات، تسجل فلسطين تقهر الخوف وتقهر ريمونتادا. سجل يا تاريخ واكتب بحروف من ذهب، اكثر من عصفور بحجر واحد، اول تاهل لفلسطين في تاريخها لبطولة أمم آسيا المنتخبات الأولمبية. عمر جهاد يا ولد، يلا يا عمر، 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 باص يا عمر، لعب يا عمر، العب يا حازم وسدد جول. الله 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 الله. وبيني وبينكم فش أعصاب، يعني خلاص المباراة حاليا ثواني إن شاء الله المنتخبين، لكن ظل منتصرين بهي المباراة. برا برا الحمد لله للمنتخب الوطني، للفداء الجميل، هاي الكرة اللي مرت بجوا، لذا يجب أن نحافظ على الانتصار. اللعبة الأمامية وبرا يا خطر، برا ما يرفعش، ما يعمل عرضية، ما يعملها يا شباب، ولسه بيكون ما يعمل عرضية عالية 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 إلى ركلة مرمى للمنتخب الوطني، ركلة مرمى للفدائي حاليا. خلاص هي كرة القدم، تختار واحد، تختار واحد وست دقائق كوقت محتسب بدل من ضايع حاليا في هذه المباراة. انطلاقة لموسى التعمري، لكن قطميش التعمري أمام مهند فنون، أهم شيء ما يرفع وما ياخذ خطأ من هذا المكان يا شباب. لا يعني ساتر، ركلة حرة للفريق الأردني، تلعب للأمام، خرج، برافو أردنية، ولكن هذا الأقلى، هذا الأقلى، هذا الأقلى، هذا الأقلو عالم، لكن كرة القدم في العالم شيء أعتقد، وفلسطين شيء آخر. مانع الأضرار، يا رب تمر الكرة بسلام. عرضية، صفر 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 وصفر الجالي، صفر وانتصرت فلسطين، انتصر الفدائي في المباراة. مبروك 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 مبروك، يحلى ويقلى ويجمل ويا أقوى ويا أعز منتخب في العالم. مبروك يا أبطال، يا رجال، يا 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 لاعبينا، يا أبطالنا، يا أحفادنا، يا كل ما نملك في هذه الأيام. مبروك للأمل، مبروك للفدائي، مبروك لكل فلسطين هذا الانتصار. فلسطين تنتصر، ودائما فدائي 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 فدائي، يا أرضي يا أرض الجدود، فدائي 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 فدائي، يا شعبي يا شعبي الغالي، يا شعب الخلود، هذا هو القسم الدائم، ودائما عيوننا 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 إليك، إليك يا قدس، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح بإذن الله، تمسح الحزن على المساجد. شباب فلسطين في كل محفل، في كل مكان، أبطال، رجال، ويعني خلاص بكفي، والله حكينا كثير اليوم. مباراة حلوة انتهت بانتصار الفدائي، والحمد لله رب العالمين، وفق الفدائي بانتصار يقربنا إن شاء الله من اللي هي بطولة أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية. يبكي لاعبونا على أرضية الميدان، دموع لا فرح ودموع لا شك، يعني التأهل القريب للاعبي المنتخب الوطني. هارد لك كمان مرة للمنتخب الأردني، لمحتين على الأقل للمنتخب الأردني اليوم للتاريخ، بعد تسجيل الأهداف لم يحتفلوا، لذا الاحترام الكامل للاعبي المنتخب الأردني، وهارد لك ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كمان مرة فلسطين والأردن بيتأهلوا لبطولة أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية القادمة، لأن الأردن تستحق وفلسطين لا شك أيضا
تستحق في هذه يعني اللحظات الجميلة المميزة لسانا كمان مرة إلى أن أدعو لأقصانا الجريح ولشبابه بالرحمة والمغفرة لشهداء الأبطال كل من استشهد على أثار الوطن منذ يعني ما تعاموا أكثر حتى اليوم. الله يرحمكم إن شاء الله كنتم المدد ظلوا المدد الدائم لأبناء فلسطين عموما. ويعني خلاص أيمن صندوقة هاي فرحة لأيمن صندوقة بيستحق لها شكل مدرب منتخب الوطني. تعبوا واجتهدوا سهروا لاعبين برافو 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 منصورين بعون الله منصورين بعون الله بإذن الله سبحانه وتعالى سيكتب النصر على أرض فلسطين وستلعب فلسطين حرة على أرضها وبين جمهورها. في النهاية مشاهدينا متابعينا سامي أشكركم على حسن المتابعة كنت معكم اللي وجع راسكم وألق المباراة خليل جاد لكم التحية دائما من طاقم عمل قناة فلسطين الرياضية على رسم المخرجنا العزيز أسامة بويطل في الهندسة كمان علاء طنبوز والشاب الشاف في التصوير أحمد زكي حمادة منصور إبراهيم جوا ونضال أبو عين وبرضو محمد أبو شملي متابعينا. هاي الصورة الختامية وصل الفدائية وانتصروا في المباراة فلسطين إن شاء الله دائما 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 منصورة. عاشت فلسطين عاشت القدس عاشت حكة وحيفة ويافة ورام الله وكل فلسطين منصورة بإذن الله. متابعينا خلاص انتهى وقت معكم لقاء جدد في مباراة بنغلاديش القادمة فإلى لقاء قريب مع السلامة.